المهاجرين انهم يحضرونا اي ريزرفونا طالبه من اجل انهم ينشروا الموسم هذا وتكونوا عن طريق كونترا بيناتهم وبينهم هذا وراح نرسموا على السيد المدير اللي عنده استعداد ان شاء الله راح نتواصلوا معه. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للفندقة والسياحة في الأرض أيقونة جديدة في عالم التكوين السياحي. ننطلق إن شاء الله في انطلاق الموسم الاصطياد 2021 راح نجسدوا هذه الاتفاقية متمثلة في اتفاقية نديروا عقود مع الطلبة باش يكونوا متمهنين ومتربصين في مع انطلاق الموسم الاصطياد مع المؤسسات الفندقية اللي عندها مثلا بلاج بريفي واللي عندها نقولوا احنا الاكوا بارك واللي عندها في الفندق في الريسبسيون في الى غير ذلك راح نديروا ان شاء الله العمل هذا نقوموا به خلال الاسبوعين هذه راح نديروا قائمه تخيروها لنا انتم سيد المديره ونعرضوها على المستوى الفنادق كل وان شاء الله معناها يمثلوا المعهد احسن تمثيل. شكرا سي مديره. باذن الله هذه النقطه هي مديرية السياحة مشكورة على ذلك. هي لأول مرة يكون مطربسي معاهد السياحة لأول مرة يكون فيها عقود عمل في موسم الاصطياف، وهذا العقود العمل في موسم الاصطياف سيعطي للمطربسين يعطيهم خبرة لأنه راهم رايحين يتعاملوا مع النزلاء افيك لي كليون دي زوتيل، راهم رايحين يتعاملوا معاهم مباشرة. سواء كان ذلك في لا ريسبسيون او كان ذلك في ليبرجمون ريستورون اي سي سويت، وايضا يمكن ايضا اذا كان من الممكن بامكان انه يشاركوا معنا المرشدين السياحيين لان هاد النزلاء يمكن انهم يحبوا يزوروا ولا يديروا دي روندوني. وحنا عندنا المطربسين تاعنا سي لي بوسيبيليتي وبيان يا ان بروغرام دون في اللي يروحوا للغابات ولا صافي ديريكتور فيه رغبه المواقع السياحيه الداخليه فيها رغبه انهم يروحوا للمواقع السياحيه الداخليه ولا تكيكتا عندنا والمعالم السياحيه موجوده وعندنا حنايا هنا الاستاجر تاعنا مرتبط كانوا شاركوا معكم في هذا الشأن وكانوا شافوا المعالم السياحية في الولاية. هذا في الجروب راح يجونا جروب في الصائفة هذه إن شاء الله ندمجوهم مع الجروب. إذا كان ممكن أيضا ستكون إضافة كبيرة جدا للولاية وهذا ما يدخل في إطار المخطط اللي درتوه فيما يخص المسارات السياحية أنه المتربصين تاني راح يشاركوا في في هذا العام. بالمناسبة احنا البواد كومينيكاسيون تعاقدنا معها راح يكون واجد ان شاء الله العمل في الاسبوع القادم ان شاء الله راح نبليو المسارات السياحيه اللي اخترناها مستوى الولايه ك عمل موحد للولايه يتحدث فيه جميع المسارات جميع المعالم السياحيه الثقافيه التاريخيه الى غيره. شكرا سيدنا.